وبعيدا عن أجواء اللعبة وأكثر قربا من فعالياتها المبهجة، كان الجماهير فاكهة الحدث الكبير، وكانت الملاعب مكان تألقها. هذه الملاعب التي تختلف مصائرها بعد نهاية كأس العالم قطر 2022. وقبيل كأس العالم وضعت قطر خطة لأجل ملاعب المونديال التي تختلف مصائرها بعد نهاية البطولة التاريخية لمونديال 2022. استاد لوسيل الأكبر في البطولة، ستعمل قطر على تحويله لمجمع فيه العديد من المدارس والمساكن والمحال والعيادات الطبية، مع تحويل مرافقه لخدمة مدينة لوسيل الجديدة، مع الحفاظ على شكله الخارجي ليبقى كتذكار لهذا المونديال. استاد المدينة التعليمية سيتم تقليص سعته إلى 20,000 مقعد، وليبقى كمركز رياضي للمنتخب الوطني القطري للسيدات. استاد ثمامة والجنوب سيبقيان على وضعهما مع تقليص مقاعدهما إلى النصف، أي نحو 20,000 مقعد فقط لكل ملعب. استاد أحمد بن علي سيتحول لمقر لنادي الريان القطري، وتقلص مقاعده إلى 20,000 مقعد، مع منح المقاعد المفككة لمشاريع تطوير كرة القدم حول العالم. استاد البيت أو الخيمة سيتم تفكيك الجزء العلوي منه وتقليل عدد مقاعده إلى 32,000 مقعد والتبرع بالمقاعد المفككة. استاد خليفة الدولي سيبقى على حاله كمقر لأكاديمية، ومجمع للألعاب المائية مقر لمشفى للطب الرياضي. أما استاد 974 وهو المصنوع من حاويات قابلة للتفكيك، سيتم تفكيكه بالكامل والتبرع به لإحدى الدول النامية لدعم الرياضة